مشوفة. مرحبا بكم في كوالا تيرين غاردن. هذه المدينة هي اللي جات تحت المدينة اللي كنت فيها انا كوطابا. ما شاء الله وصلت لي واحد جوج الساعات، الله عملنا تشيكين في الهوتيل، لقينا الامور ديالنا، ودابا باش بقينا نتلاقوا باش نشوفوا شنو كاين، بغينا نقضوا شي حاجه. ان شاء الله وصلنا مع ذاك الجوج ديال النهار، كاينه الشميشه الشريفه هنا. اول حاجه باش نعملوا باش نمشيو نشوفوا فين ناكلوا صباح ان شاء الله طاط غادي الحلويات هنايا، بغينا حاجه. والطريق ضربنا تقريبا واحد 3 ساعات، راني خراب بيت الطريق. نجي للبراج ساعتين ساعة ثلاثة ساعات ونص. اوكي جينا لواحد المطعم هنا جبرناه غير في الطريق صدفة، مطعم شعبي حسب راسي في حيلة في قاعة سراس او في ودلة حي راح. جبرنا واحد طلا هنا ميكس اللي ما عمرك كليتو في الحياة ديالك. عندنا هنايا هاي اناناس مطبوخة في الصلصة يعني بحال بحال الخضرة، وعندنا هنايا واحد هذي بالحوت عاملة بحال هذيك التونة ولا شي حاجة بونيتو ديالنا. اون بليس عندنا واحد تشيكن معدل في العسل وشي لعيبات هنا الحوت صغيور مقليلة صغيور مرة هذيك التشانكيتي ولكن صغيور، والروز كما العادة. هذه قال لك اسيدي الماكلة ديالهم هنا هذه الجهة هذه، باش نعطيوها واحد التقيصة ونشوفوا واش كاين. مالحة حلوة حارة ثلاثة الحاجات. اناناس مطيب رجع بحالو بحال الخضرة. راه نشوفوا هذا الحوت ديالو ماشي باش يعاود، هذا الحوت سمح نفس بونيتو اللي عندنا في المغرب، وما نسمعش شي واحد يقول لي لا هذا في شكل حقا نفسه. الحس ستيتو تشانكيتي نقلي وبحال معسل في الحار، الميكستور ديالو في الثوم كيولي واحد شكل حس مقرمش مع العسل مع لله في خلقه شوء ونخر. سو الماكله ديالنا كانت رخيصه، المهم هي تقريبا 30 درهم، مي البلا كان عامر صاحبي يعني كانوا بزاف ديال الحال. دابا غنمشيو نشوفوا شنو كاين هنا اقرب حاجه لهنا للمطار بوركي سخانه بزاف. هذه المدينه جات قريبه للبحر، شنو اللي تما الجهه هذه ماشي الجهه ديال البحر التوري، كاين ديك الويدان كبار كي كيبو في البحر كون ديجا ملموسة. اول محطه عندنا هنايا هذه الجامعه دي زين مسجد عابدين، تسمي مسجد عابدين. اخيرا جبرنا المطعم ظل الاخي، وصلنا لواحد البارك هنايا وعلى راحه ارتحت صح المده السخانه. دابا حنا قربنا لواحد المطعم الوجه هذا الواد، ولكن الرحمه يا اخي خاصك تجبر شي مول او شي 7-11 خاصك تدخل بوركي راه الزنقه صاحبي. واو شنو السخانه على بابا، ولكن ملي كتدخل هنا بحال الثلاجه. بسم الله. من بعد واحد المشقة هي وصلنا للبحر، هو ديال منفخ فيا صح، عرفتي شنو ديال الحرارة؟ لا مشكل عليك، الجوال يرد الروح هنايا صح، لطيف مدينة مقهورة صح، هذا البحر ماشي ديال العمان، موساخ ومربج، هاي المونسون أشرف. شباب صباح الخير، مباشرة معكم تشاينا تاون كوالا تيرينغانو. وينو تشاينا تاون جاتني مزيونة شي حاجة، هنا عندها الأرضية مزيونة، جا الشارع مزيون، البنايات ديالها مزيونة، قضية هنا 5-5. انا حبيب واخي احنا وصلنا لهذا الجامع واعره بزاف، زعما هذا اللي عمل هذا الديزاين هذا عفريته، جامع معدله كامله زاج خونا. هذا المونيموم موزيوم عندهم هنا كيعطيوه بحال واحد الباسبور بالفيزا النهار الاولي، الفيزا النهار الثاني، الفيزا النهار الثالث، يعني 3 ايام قبل دخلنا هنا. الدخله ديالو ب 16 درينغيت يعني تقريبا واحد 35 درهم. جبرنا حقوبيس هنا غير في 2 درينغيت هو اللي غيدينا للبلاد، اما التاكسي كان مشدينا ب 16 درينغيت. ها
غادي ان شاء الله ريزيرف ديال واحد التاكسي وانا نسقسي واحد الحانوت حتى جينا ما كاين لا سيرفيس ديال البوليس ولا كاين كاين البوليس غادي غيجي دابا شي حاجه شي جونيست يكون هنا ديك الساعة عملت كانسيلاسيون ديك الريزيرف ديال التاكسي وطلعت الطوبيس جيت نسقسق مرة عرفتي ولا عرفان ديك الدقيقة اللي دابا تقريبا 3:30 جينا هنا لواحد الموطع جا قريب من البوطو نشوف واش اللي عنده هنايا هو عنده داير نفس الماكلة الدايمة اللي عنده هنا باش ناكلو نشوف حنا ندوشو نرتحو شي حاجة هو البوفي هنا عندهم كبير اشتي الشباب صافي الماكلة مسلت نشوف واش اللي كاين هنايا عندهم هنايا الرايس كما العادة شي بالخضرة ما عرفتهاش انا شنو هي اول مرة نشوفها من اصلا ديك الحوت ديك السيمبال اللي كيعيطوا له سيمبال حتى هو وطريف دجاج هذه هي الماكلة الشعبية اللي عندنا هنا حنا ما عندهمش دابا اختيارات ديال الماكلة بزاف ما كاينش دابا ديك الاختيار سمح ماشي بحال كوالالمبور كوالالمبور اختيار لان الهنود مالي تينوز هنا التينوس قليلين الهنود ما كاينينش عندش كيفاش والمالي عند الماكلة واحدة ونقدو بها سمح بون ماشي ماكلة واحدة ما كاينش شي اختيارات البارح كليت واحد الماكلة واعر صراحة في واحد ريستورون ماشي ريستورون واحد مطعم شعبي ولكن عمل لي واحد الماكلة بالصلصة زعلا اللون ديالها ما عجبنيش في الاول ولكن ملي كليتها انا الصراحة مزيان واحد الحاجة جاب لي الله انا الخضرة هي ماشي خضرة هي الكرشة قطعها اذا شتيت الكرشة اخي